على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم للخبر الاخر. وهيئه مكتب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام قررت في اجتماع عاجل امس احاله المسؤولين في موقع مدى مصر للتحقيق واختار النائب العام في حاله ثبوت المخالفات ونشر اخبار كاذبة. ده طبعا بعد الشكاوى العديدة اللي تلقاها المجلس واللي بتتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية. الشكاوى اللي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان وزير رئيس الجمهورية وزير الخارجية وكبار المسؤولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيل.